بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه حادثه وقعت لي انا شخصيا قبل عده سنوات كما تعلمون ان الصيف عندنا هنا في الخليج شديد الحراره صعدت ذات يوم الى غرفه الوالده فوجدت ان الغرفه فيها حراره وحده التكييف تبريدها ضعيف والغرفه كانها فيها ميول للحراره الإنسان اللي يجلس فيها ما يكون مرتاح. فقلت لوالدتي يعني يا أمي ترى الغرفة حارة. قالت الوالدة: لا يا ابني بالعكس أنا مرتاحة فيها ولا بأس يعني لا لا مشكلة في الموضوع. طبعا قررت ونويت مباشرة أن أخرج إلى أقرب محل للأجهزة الكهربائية. وفعلا وصلت إلى السوق ودخلت هذا المحل وكان المبلغ الذي معي يعني بالكاد يكفيني الى نهايه الشهر لان هذا الشهر كان عندي التزامات كثيره ومتنوعه وكانت عندي تقريبا ازمه ماليه والمبلغ الذي معي يكفي فقط لشراء وحده التكييف، دخلت المحل وانا طبعا نيتي عندما ذهبت ما ان هذا الامر لوجه الله فمتوكل وفرحان في هذا الامر ومعتمد على الله امانه يعني بيني وبين نفسي بما ان الامر هذا صار لوجه الله فاذا الله سبحانه وتعالى سييسر لي الامر هكذا وقع في نفسي يقينا طبعا دخلت عند البائع قلت له اريد افضل وحده تكييف عندك وكان مبلغ الوحده هو بالضبط المبلغ الذي عندي يعني لن يتبقى مني الا تقريبا يمكن 10 دنانير او اقل او اكثر لا تكفيني حتى يوم واحد اعطيت الكاشير مبلغ كامل واقسم بالله العظيم بمجرد ان دفعت القيمه واستلمت الفاتوره مباشرة أتاني اتصال تلفون وأنا واقف عند الكاشير فإذا هو صديق من أصدقائي فقال لي يا أبو سعود المبلغ اللي سلفتني قبل عدة أشهر أنا مريت الآن بيتكم وطرقت الباب وخرج لي والدك وأعطيته الظرف فيه المبلغ فقط حبيت أبلغك وجزاك الله خير وبيض الله وجهك أنت طبعا هذا هذا الشخص أنا سلفت المبلغ قبل عدة أشهر على غير موعد يعني قلت له هذا المبلغ متى ما تيسرت معك أمورك ارجع لي على غير موعد والله لا موعد بيني وبينه وأطال علي عدة أشهر ونسيت أصل الموضوع وسبحان الله يأتي الآن في هذا الوقت وفي هذه اللحظة وفي هذه المناسبة التي أنا خارج من بيتي متوكل على الله وأقول أن ربي سيعوضني خيرا ويأتي المبلغ فإذا هو أضعاف المبلغ الذي دفعته. طبعا والله العظيم اني فرحت فرح شديد. ليس من اجل المال ابدا والله ولكنني فرحت لاني رايت يعني لطف الله سبحانه وتعالى وقدره الله سبحانه وتعالى الانيه اللحظيه ان الله على كل شيء قدير امره واحده كلمح بالبصر الذي اخرج هذا الشخص من بيته في هذه اللحظه ومعه المبلغ وذهب وطرق الباب واعطاه والدي بيده. وانا في هذا الموقف ان الله قدير يعني يعني هذا الموقف يجعل الانسان تزداد ثقته بالله سبحانه وتعالى ويتعامل مع الله تعامل خلاص راى امام عينه قدره الله سبحانه وتعالى وانا والله لا اقص لكم هذه القصص الا الا من باب الحث على البر نصيحه لي انا اولا العبد المقصر الظالم لنفسي حقه ان نحرص ونجتهد بان نكون من خير وابر الابناء لوالدينا ولا نجعل احدا منهم يسبقنا اليهم والحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين